المنتخب السنغالي بيخسر بهدفين ساذجين جدا لحارس عظيم مندي بهدفين هديه للمنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي اول ثلاث نقاط غاليه جدا للمنتخب الهولندي النهارده، وفوز انا شايف في مباراه متوسطه من فرقتين الاثنين بيلعبوا ان هما ما يخسروش، كان تركيزهم اكتر ان انا ما اخسرش. شفنا اكي وفان دايك صمام امان لهولندا، شفنا كوليبالي وديالو النهارده عاملين مباراه قويه جدا في دفاعات كوليبالي وديالو في دفاعات السنغال. المباراه كانت ماشيه ازاي، المباراه الاثنين مش عايزين يخسروا، وده كان شيء صعب المباراه. لكن انا شايف في المباراه النهارده كانت رغبه المنتخب الهولندي اكتر، منتخب الهولندي استحواذ، كان بيلعب مرتد، ضيع اكتر من اهداف اكيد خصوصا هدفين في الشوط الاول. انا شايف المباراه كانت ماشيه يعني واحده واحده، المهم ما اخسرش، فكر المدربين الاثنين ان انا ما اخسرش، وده اللي خلى المباراه كده. يعني الاثنين في بدايتهم كل واحد بيبقى بيطمح في بدايه تكون كويسه جدا له، وبدايه ان هو ما يخسرش في كاس عالم عشان المعنويات وعشان من مباراه لمباراه المستوى يزيد وندخل في فورمه المباريات. الماتش النهارده كان اقل يعني متوسط، انا شايفه الاثنين ما كانش فيه سرعه، ما كانش فيه ضغط، اي نعم الاثنين كان هجمات مرتده، كلهم بيلعبوا على المساحات لما في، وخصوصا في الكرات الثابته سواء لهولندا سواء للسنغال، بيستنوا الفرقه كل واحد بيستنى هجمه الفريق الثاني عشان يلعب على المرتدات. المرتدات ما كانتش سريعه، يمكن كانت شويه لصالح المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي النهارده طبعا دي لخت النهارده اللي عمل ثلاثه سيرد باكت النهارده، الثلاثه خط ظهر منتخب هولندا، فان دايك واكي ودي لخت النهارده اللي كانوا رائعين جدا، وصمام امان لهولندا. وفي كره يا جماعه انا شفتها النهارده علقت عليها، مش عيب، شفنا كره لفان دايك اعظم مدافعين العالم ومضغوط عليه وبيطلعها بره، مش عيب، بدل ما احط نفسي بمشكله والف والكلام ده كله، فده شيء يتحسب الناس عندها، المهم لما انا مضغوط مش عيب ان اطلع. فده النهارده كانت لمحه كده شفتها النهارده من فان دايك. وطبعا النجم الكبير نجم برشلونه ديونج، ان انا شايفه النهارده يا جماعه لعيب كبير قوي بس بارد بس هو حريف وعنده كره عاليه قوي. ديونج النهارده لعيب كبير بس لو سريع شويه ولو حماسي شويه يكسر الدنيا، وخصوصا كان يعمل مرتدات مع بيرجون ويانسن النهارده وجاكوبو اللي عملوا مباراه. انا شايف النهارده كمجهود وكضغط على دفاعات السنغال وعلى كوليبالي، انا شفت ودومفريس في اليمين وبلند في الشمال، كانت منتخب الهولندي. انا اللي عاجبني في المنتخب الهولندي غالبيته من اياكس يا جماعه، اياكس على ايندهوفن، على طبعا مطعم بمانشستر سيتي اذا كان اكي وليفربول واذا كان ديونج، لكن الاساس عصب الفريق فريق اياكس. اياكس فرقه كبيره، ويقول لك الاياكس ديت اللي هي اللي بتطلع لعيبه للانديه العالميه، اياكس فرقه كبيره جدا ومتعودين ان احنا نشوف من اياكس نجوم، فاللعيبه حافظه بعضها، لعيبه كبيره ولعيبه مستقبل ولعيبه صغيره في السن. فانا شايف النهارده المنتخب الهولندي كان عنده رغبه اكتر وكان ماشي واحده واحده مستني الغلط من فريق السنغال، وده اللي حصل، هديتين من مندي حارس السنغال في وقت صعب جدا، صعب تعويضه بالكره الاولانيه غلط في توقيته انه يطلع، طلع غلط، طلع متاخر، المفروض من بدري، هو حارس كبير. وطبعا شفنا الكره من ديونجا يا جماعه واللي جاي من ورا والاوفر متعلق ازاي، وهدف اولاني رائع. وطبعا الهدف الثاني الساذج طبعا برده كره مش جامده، باي لعبها والمفروض تتمسك، دي مش كره جامده، ترتد انت، حتى لو بترتد ما ترتدش في الملعب، طلعها على الجنب. لكن هدفين، وده اللي كان عايز المنتخب الهولندي انه ما يخسرش، وده نفس القصه في منتخب السنغال اللي النهارده عمل مباراه انا شايف برده متوسطه المستوى. طبعا لعب بكوليبالي وسيسي وديالو اللي اتصاب، كان عمل جبهه قويه جدا، وسابلي وكوياتي، وطبعا مندي وغاي وصار ودياتا وديا، فرقه حلوه، لكن مش هو ده منتخب السنغال. تحس ان منتخب السنغال الحبل بتاع السبحه بتاعه هو مانيه. مانيه يا جماعه بيعمل عامل له عامل السحر مع منتخب السنغال، مانيه هو الروح، مانيه هو بحس زي ما تقول الخيط اللي بيجمع السبحه، هو ده
ماني. فرقه السنغال النهارده مش ده السنغال اللي شرس الاستحواذ الضغط السرعه، مش هو ده السنغال. السنغال بيروح على استحياء، راح وضيع وشاط واكتر من فرصه، لكن تحس ان هي العاب فرديه مش جمل بشكل معين، وكله كان بيعتمد النهارده على الكرات الثابته سواء من هولندا سواء من منتخب السنغال. المباراه كانت انا شايفها متوسطه المستوى، وطبعا شفنا التغييرات اللي عملها اليو سي سي عشان يعني ينشط منتخب السنغال. نزل جاكسون ومكان دياتا وبابا غاي وشيخ كوياتي واحمد دين، المهم عمل تغييرات، لكن ما حسناش ان المنتخب السنغالي اتغير. هي نفس الريتم ونفس الفكره، كله بيعتمد على الكرات الثابته، وكله بيعتمد على ان الفرقه اللي قدامه تغلط. وطبعا شفنا برضو التغييرات اللي عملها فان غال مدرب هولندا، اللي انا شايفه كان المباراه ممشيها واحده واحده بحيث انه ما يخسرش. والفرقتين المدربين يا جماعه، مدرب السنغال اليو سي سي وفان غال، الفكره ان انا ما اخسرش، وده اللي خلى الشكل اللي احنا شايفينه كده. احنا متعودين مباراه تنزل مطحنه من الاول، الاثنين طحنين، الاثنين ضاغطين على بعض، الاثنين بيحاولوا يغلطوا بعض، الاثنين بجمل. انا شفنا النهارده منتخب السنغال بيلعب على المرتدات، منتخب نفس القصه، منتخب هولندا بيلعب على المرتدات، لكن منتخب هولندا وديونج البارد ده لعيب كبير بس بارد. انا الواد ده لو عنده شويه حماسه يا جماعه يكسر الدنيا، حريفي لعيب كبير، لكن مش هو برضو مستوى. انا شايف مستوى متوسط النهارده الفرقه كلها، لكن كان في الروح والرغبه اكتر عند المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي بيحقق فوز مهم جدا وثلاث نقاط هيولع المجموعه. طبعا خلاص الاكوادور هدفين وثلاث نقاط، المنتخب الهولندي هدفين وثلاث نقاط، ابيض يا ورد السنغال وقطر. والماتشات الجايه هيبقى فيها كلام كتير ومفاجآت كتير. الماتشات الجايه المجموعه مولعه بدري، طبعا السنغال مش هتسكت. قطر هتعمل ايه؟ انا اللي انا بقول قطر يعني شبه خرجت، هيبقى الموضوع صعب مع الاكوادور اللي يعني فاجئتنا بمستوى رائع ومستوى فيه شخصيه وكاريزما. المهم اذا عجبك الفيديو اللايك والشير والكومنت، والملعب 3 4 3.